السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا اليوم قصة حقيقية لإحدى الأسر التي ذهبت في رحلة استجمام إلى مزرعتها وحملت معها مأكلها ومشربها. في اليوم التالي تحولت هذه الرحلة إلى مأساة نتيجة توعك أفراد الأسرة الذين تم نقلهم على عجل إلى طوارئ أحد المستشفيات بأعراض سخونة شديدة وصداع حاد وآلام في العضلات مع تقيؤ وإسهال وأعراض أخرى كثيرة. أدخلت الأم إلى العناية المركزة بسبب سوء حالتها، ولكنها للأسف توفت بعد 48 ساعة. بعد إجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل تبين إصابة هذه السيدة بمرض يسمى ليبتوس فيروسز نتيجة ابتلاعها للجرثومة الممرضة ليبتوس بايرا. هذا المرض هو مرض مشترك يصيب الماشية، يصيب الخيول والأبقار والكلاب والقوارض، وينتقل منها إلى الإنسان عن طريق سوائلها أو إفرازاتها. بعد الفحوصات الجنائية والتحقيقات تبين أن هذه السيدة قد تناولت مشروبا ملوثا بجرثومة الليبتوس بايرا من خلال بول جاف لفأر على سطح العبوة، اختلط بالسائل فتم شربه. هذه العلب للأسف سواء عصائر أو مشروبات غازية أو حتى معلبات يتم تخزينها في مخازن تفتقر غالبا إلى وسائل النظافة، ويتم نقلها وتداولها دون تنظيفها أو غسلها. الدراسات المعملية أثبتت أن أسطح هذه العبوات أكثر تلوثا من الحمامات العامة، أكثر تلوثا من الحمامات العامة، وهذه مصيبة. لذا ننصح جميع من يستعمل هذه العبوات كانز عصائر أو مشروبات غازية أو أي معلبات على هذه الشاكلة أن يتم غسلها بالماء ثم تجفيفها قبل أن توضع بالفم، ويفضل أن تصب المحتويات في كوب من الزجاج تلافيا لأي إشكالية. كما ننصح أصحاب الدكاكين والمستودعات والمخازن باتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية وأساليب النظافة ومكافحة القوارض في هذه الأماكن، ونطالب أيضا البلديات وأمانات المدن بتكثيف برامج مكافحة القوارض التي باتت منتشرة بشكل كبير في كل مكان، لأنه حقيقة من العيب أن يموت إنسان بسبب فأر، بل بسبب بول فأر. شكرا لكم.